الطريق للقضاء على الميليشيات في ليبيا ولكبح التدخل التركي في البلاد يمر عبر مصراتة. ووفق هذه المعادلة يكثف الجيش الوطني الليبي غاراته على مواقع الميليشيات في المدينة، وتستهدف الغارات الجوية أيضا المسيرات التركية وقواعد إطلاقها ومخازن الأسلحة والذخائر. تطل مصراتة على البحر الأبيض المتوسط، وهي بالتالي منفذا بحريا مهما إلى أوروبا، وتعد ثالث أكبر المدن الليبية من حيث كثافة السكان بعد طرابلس وبنغازي. لكن الميليشيات الداعمة لحكومة الوفاق سيطرت على المدينة وغالبيتها ذات توجهات متطرفة، ويصل معظم الدعم التركي لحكومة الوفاق عبر مرافقها البحرية والجوية، وتستغل أنقرة هذه المرافق أيضا لنقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا. فتحت ستار المساعدات والاتفاقيات المشبوهة مع السراج، تكررت الرحلات الجوية والبحرية من تركيا إلى المدينة. لكن على متن تلك الرحلات خبراء أتراك وغرف عمليات متكاملة ومرتزقة ومتفجرات وأسلحة. ومع ارتفاع فاتورة الأضرار التي تسببها تركيا في ليبيا ونوايا الأخيرة التوسعية في البلاد، كان لابد من رادع، فأطلق الجيش الوطني الليبي عملية طيور الأبابيل الجوية، ودمرت ضمن هذه الحملة شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة ومقر للمرتزقة في الكلية العسكرية في المدينة وغرفة العمليات التركية ومخازن للذخيرة والأسلحة التركية المتطورة.